مرحبا بكل مشاهدينا ومتابعينا يلي عم يحضرونا عبر صفحات أخبار الآن على مواقع التواصل الاجتماعي. في هذا الفيديو معي أنا عفراء الجو للحديث دائما وأبدا عن آخر أخبار الرياضة وعالم كرة القدم. إذا مثل ما تعودنا بهي الفقرة نتحدث عن أبرز ما جرى في أخبار كرة القدم خلال الساعات القليلة الماضية. إذا رح نبلش أولا مع نتائج المباريات التي جرت. طبعا كان عنا في مباريات الدوري الإيطالي، طبعا ميلان كان فاز على سبال بهدف نظيف، طبعا في الأسبوع العاشر من الدوري الإيطالي وسجل هدف الميلان سوزو في الدقيقة 63. أيضا بالنسبة للدوري الألماني هوفنهايم كان فاز على بادربون بنتيجة 3-0 ضمن الأسبوع العاشر من البوندسليغا. في الدوري الإسباني خيتافي كان تفوق على غرناطة بثلاثة أهداف لهدف ضمن الأسبوع الحادي عشر من الليغا. إذن وفي الدوري الفرنسي كان هناك خسارة مفاجئة لحامل اللقب باريس سان جيرمان الذي طبعا خسر بنتيجة 2-1 خارج قواعده أمام ديجون. سجل هدف باريس سان جيرمان الوحيد مبابي في الدقيقة 19، ثم أضاف ديجون هدفين في الدقيقة 51 والدقيقة 47. إذن في مباريات اليوم لدينا مباريات كثيرة، طبعا رح نذكر أيضا نتائج كأس العالم تحت 17 سنة. أستراليا كانت فازت على نيجيريا بواقع 2-1، الإكوادور فازت على المجر بواقع 3-2، البرازيل كانت فازت على أنغولا بنتيجة 2-0، ونيوزيلندا كانت تفوقت على كندا بنتيجة 1-0. في مباريات اليوم هناك مباريات كثيرة جدا في الدوريات الأوروبية. طبعا الدوري الإنجليزي الممتاز الأسبوع الحادي عشر منه بورنموث رح يستضيف نادي مانشستر يونايتد، أرسنال رح يستضيف وولفرهامبتون، أستون فيلا رح يستضيف نادي ليفربول، أيضا مانشستر سيتي رح يستضيف نادي ساوثهامبتون، ويست هام يونايتد رح يستضيف نيوكاسل يونايتد، برايتون رح يستضيف نوريتش سيتي، شيفيلد يونايتد رح يستضيف بيرنلي، وواتفورد رح يستضيف نادي تشيلسي. في الدوري الإسباني إذا وفي منافسات الأسبوع الثاني عشر، إسبانيول رح يستضيف فالنسيا، ليفانتي رح يستضيف برشلونة اليوم إذا، إشبيليا رح يستضيف أتلتيكو مدريد على ملعب رامون سانشيز بيثخوان في أقوى المباريات، إذا أقوى مباريات هذه الجولة. وفي عنا أيضا مباراة لريال مدريد يلي رح يستضيف ريال بيتيس على ملعب سانتياغو برنابيو. في أيضا مباريات الدوري الإيطالي والأسبوع الحادي عشر منها، روما رح يستضيف نابولي في أقوى المباريات على ملعب الأولمبيكو، بولونيا رح يستضيف انتر ميلان، وتورينو رح يستضيف يوفنتوس في دربي تورينو على ملعب أولمبيكو دي تورينو. إذا طبعا نحن رح نكون معكم من خلال البث الحي للحديث عن معظم هذه المباريات. في الدوري الألماني أيضا فيردر بريمن رح يستضيف فرايبورغ في الأسبوع العاشر من البوندسليغا، بوروسيا دورتموند رح يستضيف فولفسبورغ، أينتراخت فرانكفورت رح يستضيف بايرن ميونخ، وفي أقوى المباريات باير ليفركوزن رح يستضيف بوروسيا مونشنغلادباخ، أيضا يونيون برلين رح يستضيف هرتا برلين، ولايبزيغ رح يستضيف نادي ماينز. أيضا طبعا اليوم لدينا مباراة هامة جدا في المغرب، أكيد نحن رح نتحدث عن هذه المباراة بين الوداد الرياضي والرجاء. طبعا رح نكون معكم لحتى نتحدث عن هذه المباراة بالتفصيل. طبعا منتابع مع أخبار الانتقالات والصحافة والإشاعات والتصريحات وكل ما ذلك. وفقا للصحافة الإيطالية، نادي يوفنتوس ينوي تجديد عقد حارسه البولندي تشيزني البالغ من العمر 29 عام، يرغب بتجديد عقده حتى عام 2024 مقابل زيادة في راتبه بمبلغ 2 مليون يورو. الآن راتب تشيزني 2.5 مليون، وسيزيد راتبه إلى 4.5 مليون. إذن بسبب المستويات الجيدة التي يقدمها مع نادي يوفنتوس. في خبر آخر،
ووفقا للصحافة الألمانية نادي بايرن ميونخ إذا قرر أن ينضم إلى سباق التعاقد مع النرويجي إيرلينغ هالاند اللي هو مهاجم ريد بول سالزبورغ النمساوي. هالاند الآن بلغ من العمر 19 عام، والعديد من الأندية عمالقة الأندية الأوروبية ترغب بالتعاقد معه، يعني هو جوهرة واكتشاف مثل مثلا دي ليخت مثلا، أو حتى طبعا مثلا دي يونغ من أياكس، يعني لاعبين شباب يلعبون مثلا واحد وسط واحد مدافع. الآن هالاند أيضا مهاجم يرغبون بالتعاقد معه لأنه سنه صغير ولأنه لفت الأنظار كثيرا له في الفترة الماضية. في خبر آخر، ووفقا لتقارير صحفية على ما يبدو ناديي أرسنال ومانشستر يونايتد مهتمان بضم المدافع الدولي التركي ديميريل مريح ديميريل لاعب نادي يوفنتوس البالغ من العمر 21 عام والذي يصارع لحجز مكانة في يوفنتوس. لا يستطيع اللعب بشكل أساسي أبدا، لا يكون في تشكيلة أو في حسابات موريتسيو ساري، لذلك ربما سيكون رحيله عن يوفنتوس قريب جدا. في خبر آخر، وفقا للصحافة الإسبانية على ما يبدو نادي برشلونة يفكر في التعاقد مع اللاعب البرازيلي رودريغو كايو اللي هو مدافع فلامينغو البرازيلي. هذا اللاعب أيضا مطلوب من قبل عدة أندية في إنجلترا وفي إيطاليا، ويقدر نادي فلامينغو سعره بحوالي 30 مليون يورو، سعر مرتفع، لكن ربما يكون يعني الضالة التي يبحث عنها نادي برشلونة في سبيل بحثه عن مدافع شاب ويستطيع أن يقدم الكثير للنادي. في خبر آخر، وفقا للصحافة الفرنسية، حاتم بن عرفة لاعب رين السابق اقترب من الانتقال إلى صفوف نادي نانت في صفقة انتقال حر، لأنه اللاعب طبعا انتهى تعاقده مع نادي رين في يونيو حزيران الماضي، وعلى ما يبدو الآن اقترب من الانتقال إلى نادي نانت. في خبر آخر، إذن وفقا للصحافة البريطانية، نادي أرسنال يسعى لضم النجم الإسباني إيسكو لاعب ريال مدريد، وطبعا إيسكو مطلوب من قبل أندية يوفنتوس ومانشستر سيتي. إذن في خبر آخر أيضا، كان نادي نيس الفرنسي، رئيس نادي نيس الفرنسي أعلن عن موعد عودة الجزائري آدم والناس لصفوف الفريق، لأنه بتعرفوا كان مصاب مؤخرا، وقال إنه حالة والناس تحسنت بشكل كبير ومن المفترض أن يستأنف التدريبات مع باقي الفريق يوم الثلاثاء المقبل، حيث أنه اللاعب تعافى نهائيا من الإصابة وربما سيشارك في مباراة ناديه أمام بوردو في 8 نوفمبر الحالي. سلامات لآدم إذن هذه الإصابة. في خبر آخر، كان أندريا بيرلو صورة نادي الميلان وطبعا يوفنتوس ومنتخب إيطاليا السابق، كشف في تصريح أنه هو كان قبل الانضمام إلى يوفنتوس، من ميلان إلى يوفنتوس، كان قريب جدا من الانضمام إلى نادي العاصمة روما. قال بيرلو أنه كان هناك اتصالات حقيقية لكن في النهاية لم نتوصل إلى اتفاق، وطبعا انتقل إلى نادي يوفنتوس في صيف 2011 في صفقة مجانية بعد ما كان لعب للميلان بسنوات طويلة. إذن في خبرنا الأخير، كانت إذن والدة النجم كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس البرتغالي تحدثت في تصريح خطير جدا عن موضوع الكرة الذهبية وعن عدم حصد رونالدو للكرة الذهبية الأخيرة. ماذا قالت ماريا دولوريس أفيرو والدة كريستيانو رونالدو؟ قالت: هناك مافيا تتحكم في كرة القدم وهي وراء كل ما يحدث، وهي السبب الوحيد في حرمان رونالدو من الفوز بالكرة الذهبية أكثر من ذلك. هذا حدث مع رونالدو لأنه برتغالي ومن ماديرا، لو كان إسبانيا أو إنجليزيا لما فعلوا ذلك معه. وقالت أن رونالدو يستحق الفوز بالكرة الذهبية السادسة، لا أعرف إذا كان سيحصل عليها، لكن إذا قمنا بتحليل ما قدموا الموسم الماضي فهو يستحقها عن جدارة.
هذا كان تصريح إذا والدة كريستيانو رونالدو، يا ريت تخبرونا عن رأيكم بهذا التصريح، هل توافقونها حول ما قالت عن موضوع المافيا التي تتحكم في كرة القدم وهي التي حرمت رونالدو من الفوز بالكرة الذهبية، أم لا توافقونها الرأي؟ يا ريت تخبرونا عن رأيكم من خلال التعليقات. إذا هذا نهاية حصدنا الكروي لليوم، أنا بتشكركم كتير على متابعتكم لإلي في هذا الفيديو، ولا تنسوا تتابعونا يوميا من خلال البث الحي لمعرفة آرائكم وتوقعاتكم حول مباريات اليوم على صفحة أخبار الآن على فيسبوك. بتمنى لكم يوم سعيد وإلى اللقاء.